مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد يحط الرحال باحدى الاسواق الاسبوعيه وبالضبط الرحبه الحولي. غندخلوا نسولوا الناس الكسابه وكذلك الشناقه واش الحولي ديال هذا العام رخيص ولا غالي. الا بغيتوا تعرفوا اجيو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شريف درتي في رحبه الحولي؟ دارت في رحبه الحولي. واش بان لك الثمن مناسب ولا لا؟ لا الثمن هذا العام قاصح بزاف. قاصح بزاف، ومع هذه الازمه اللي كاينه وهذا الشيء بزاف على عباد الله. سولتي دابا الكسابه السبب ديال الغلاء؟ كيقول لك هما كيشتكيوا بين ما راه العام ناقص وما لقى عندنا العلف غالي، ولكن داك الشيء بزاف واخا غالي. جات الرحمه ديال سيدي ربي في الاخر والبهيم راه سرحوا البهيم. راه ماشي زعما ارخص حولي سولتيه لنا شحال؟ ارخص خروف كيقول لك 56 خروف هزيوه ربيه ارخص خروف 56 54 ما كان هذاك جهدوا هذاك في ايامات الغاليه كاع 48 47 46 هذا غالي يعني مزيوده 500 درهم في الحولي 500 وكثر كاع كثر. واش ملي كيقول لك الحولي ما عمرنا في حياتنا عقل. عندي 70 عام دابا الحولي ديال 14000 درهم سي بزاف. حولي ب 14000 درهم بزاف اغلى من ميسي. هذا فات ميسي وداك وداك اسمو عليه رولاندو. تحياتك ليا. الناس كيتشكاو ليا قالوا ليا بان راه الحولي راه غالي. هضر ليا مع الناس الكسابه يعودوا لنا شويه في الثمن. واه حتى حنا ما كرهناش. شنو هو السبب اخويا؟ العلف غالي يعني العلف طالع العلف في الثمن غالي ديال بصح. واش تبارك الله شحال هذا البارك هذا؟ هذا البارك هذا عطاونا 96 96000 96000 هذا غلا من راه السوق غلا من نيمار هذا واقيلا ياك غلا من الاس اش غلا من الاس اش هذا. ان شاء الله دابا التوقعات ديالك يعني ملي تبقى شي اسبوع العيد واش الغنم غتطلع ولا غتهبط؟ كل على قد جيبو على داكشي اللي كاين كل على قد حالو. دابا راه كل دابا حتى السوق راه يعني كل واحد كياخذ على قدو. راه كاين 30 كاين 2000 درهم كاين 3000 درهم كاين 4000 درهم. قالوا لي ديك 30 هذاك كيديو امبورط يعني كلشي كيعيط. كشكول هذاك هذا العام كشكول ديروا في عندك وتجي. لا كاين مزيان بصراحه كاين الناس كلشي عايد مزيان ما كاينش ثمن اللي هو ثمن مناسب. ثمن مناسب راه ما ولكن مليح الثمن كاين تما حاجه مليحه كاين العشاق بحال هذا مليح تبارك الله. انا تركب على يديك حتى الجديد هذا تبارك الله. ويلي تطلع اش من مرقد هذا ولاد سعيد. تحيه لولاد سعيد. تحيه واكيد اخويا الحولي غالي لحقاش بزاف الحوايج والاسباب كاينين كثير. العلف الدره دابا راه دايره 5 دراهم 6 دراهم الفويليه دايره 8 دراهم الفوراج غالي الفصه البالد الفصره ديال 70 درهم 80 درهم الله يحسن العوال الجميع. والفلاح مسكين مضرور ومحن ومكرفص العام كامل هو تابع هذا الحولي. هذا الحولي دابا مثلا هذا بشحال تبارك الله عطيه فيه 120000 مولا شحال مصير عليه. هذا غلا واقيلا من حكيمي هذا. واودي حكيمي مسكين راه جيبه برجلي هذا راه جيبه بفمه كاله بفمه راه داك الشيء اللي كان بفمه هو اللي كنقولوا حنا دابا. ما نحن زدنا عليه شي حاجه ما البنادم غادي راه الله يحسن العوار راه تماره بزاف ومقابلته الله يحسن هذا الفلاح راه ما شادش حتى فلوسه ما عاد المقابله كتكون من عنده يعني بنادم خاسر دم جوفه ورزقه وعاد بزيد الشفاره عاوتاني ولينا لاقيين مشكل كبير. فلاح ما حيلته العلف ما حيلته يشتري العلف ما حيلته باللي اللي بات فيق الشفاره عاوتاني كل مره جاي اللي باغي نديو ليا التوقعات ديالك يعني دابا تبقى ديك اسبوع العيد واش الغنم غتطلع ولا غتهبط؟ دابا شوف باش نكونوا واضحين الغنم موجوده كاينه السلعه ياك الثمن كاين الثمن راه ما يمكنش ينزل ما غيمكنش ينزل وداك الشيء كيبقى الاقدار بيد الله. ولكن راه ما يمكنش الفلاح غيبيع بالثمن بقدر ما هو طالع عليه راه الله يحسن العوال حيت هذا الشيء هو باش كيترزق هو الله. هاد السيمانه ولا 15 يوم ولا هذا في العيد في العام كامل هي سبب الرزق ديالو هي اللي كتخليه هو هذا الشيء كامل الثمره ديال العام كامل. ولكن بينه وبينكم تكيسوا شويه على الدرويش والله يحسن العوان والله الا حنا مكيسين عليه حتى لاقصى درجه. الله يحفظك. ولكن حنا راه خاصهم يتكيسوا علينا خاصهم يشوفوا مع اخنوش يتكيس على الجميع للمازوط ندير ليه 320 ريال في غادي. حنا هذا الحولي راه جاي 100 درهم عا باش جاي من الدار له. شريف الناس كتشكاو كيقول لك هذا العام الحولي غالي
خويا العلف غالي وكل شيء غالي، تبل الفراج كل شيء غالي. كل شيء غالي. كل شيء غالي. هذا هو السبب علاش هذا هو السبب العام جا شويه ناقص كل شيء غالي. هذا البارك شحال هذا؟ هذا خويا كنطلبوا فيه 50,000. هذا راه غلا من ميسي هذا. ايوا ميسي راه في بلاصتو وهذا في بلاصتو. ميسي راه في بلاصتو وهذا في بلاصتو. هذا دابا ولا احسن من ميسي. والله يجازيك هذا هو. تحياتي. اخ الناس كتشكى كيقول لك الحولي ديال هذا العام غالي. الناس كتشكى ورا الاورو ما كاينش بعدا اصلا، الفلوس ما كايناش. هذه اول حاجه. وهاد الناس اللي كيتشكاو من العلف يتشكاو على الحكومه، ما يتشكاوش على المواطن بحالو بحالو. المواطن راه مضرور بحالك بحالو. واش المواطن كيبيع شي علف باش غتزيد عليه الغلاء؟ واش المواطن زاد شي مازوت باش غتزيد عليه الغلاء؟ غتقول لي كتعلف اش كتعلف؟ الفصه غتقول لي الدرق الفويليه، الفويليه راه دايره 160، الدراره دايره 160، النخاله دايره 2700. يعني هذا هو السبب الغلاء؟ ما كاين السبب الغلاء والو، الناس كيشريو من هنا كيبيعوا هنا. يعني كيديروا خدمه ديال التشناق. تاع الله يرحم الوالدي ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء، فهمتي؟ عالي شري شي بحال القريحه، القريحه كاين المحل، كاين الفراشه، كاين الرحبق، كاين الفيرمات.